الطب البيطري بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية مؤتمرا صباح اليوم لريادة الأعمال للحرف اليدوية والتراثية. تم خلال المؤتمر استعراض خطة العمل للارتقاء بالحرف اليدوية نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وتلبية احتياجات المواطنين والحد من الواردات. هو المؤتمر اسمه ريادة الأعمال للحرف اليدوية والتراثية. ليه اخترنا اسم ريادة أعمال؟ لأن ده اتجاه الدولة حاليا مع مبادرات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بريادة الأعمال ونشر فكرة ريادة الأعمال في الدولة، بالإضافة إلى أن كلية الطب البيطري بتهتم بأصحاب الحرف لدعمهم ومساندتهم اللي هم العارضين والعارضات اللي عندهم صعوبة في ترويج المنتج بتاعهم أو تسويقه. فبالتالي احنا جمعنا الاثنين مع بعض مع اهتمامنا بالحرف اليدويه والتراثيه. بنستضيف العارضات زي ما حضرتك شايف المعرض بتاع النهارده، ازاي يطوروا شغلهم اليدوي والحرفي بحيث ان هم يبقى في اكواد للمنتجات بتاعتهم، بحيث ان اي حد لو عجبه منتج مثلا على اونلاين ممكن يطلبه منهم. بنقل خبره 19 معرض ومشاركه لثلاث معارض من حرف تراثنا، معرض تراثنا اللي بيتقام في التجمع الخامس. المشكله الاساسيه هي تسويق العارضات لمنتجاتهم، فكانت جامعه قناه السويس بتعمل من كل فتره بنعمل معرض، ده مش كافي لتسويق كميه المنتجات. حضرتك شايف النهارده احنا معانا 69 عارضه، كل عارضه طالبنا منها اكتر قطعتين مميزتين عندها. عندهم مشكله كبيره جدا جدا في التسويق. طب هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل الاتي، ان انا النهارده بعمل كودينج وبعمل تسعير لكل منتج، هرفع الكلام ده على منصه او على اليوتيوب بتاع كليه الطب البيطري بحيث ان انا يبقى عندي تسويق اونلاين. جهاز تنميه المشروعات الصغيره بيوفر كتير جدا من فرص العمل للشباب، وبندعو من خلال منصتكم ومن خلال منبر القناه كل الشباب وكل الفتيات اللي هم قادرين على عمل مشروع صغير، بنقول لهم اتفضلوا، الدوله كلها واقفه وراكم، الدوله كلها بتساندكم، ومعاكم جهاز تنمية المشروعات، جهاز كبير جدا، ده تطوير للصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا.